اوكي بمعنى طيب العذراء زعلان من شريكه وعايزه يصالحوه، مستني مصالحة منغمس في ذاته كده، عايز يتفق مع شريكه على حاجة، عايزين يتفقوا على حاجة، والحاجة دي نحو المستقبل، إما إن هي مثلا إيه يعني يتفقوا على الارتباط إن هما خلاص يكملوا ارتباطهم، أو على طريقة التعامل ما بينهم، يعني من هنا ورايح يعملوا قعدة كده، من هنا ورايح انت مثلا بليز ما تعملش كده وانا مش هعمل مثلا الطريقة دي، بيظبطوا حاجة نحو المستقبل، يعني عايز يتفق مع شريكه على حاجة وحاجة يكملوا بيها للمستقبل. انا قاعدة في الظلام، انا اهو في الظلام يا حبيبتي، شايف شريكه ازاي؟ العذراء شايفه شخص غني، مش شرط ان هو يكون غني بفلوس يعني يا جماعة، غني غني بمشاعره، غني بأخلاقه كده يعني، وعينه مليانة وحاجة حلوة جدا كده، وكمان وأمان، ده that's it، أكتر حاجة الأمان، شايفه الأمان بالنسبة له. بس الطاقة ما بينكم متقلبة، طلع نازلة، يوم حلو يوم لا، برتم سريع، ما هو ده طبيعي ان العلاقه تبقى فيها يعني تبقى فيها ups and downs. اوكي انا خايفه يا جماعه، انا خايفه بجد، انا اقصد تقلب سريع اللي هو لسه مصالحين امبارح تاني يوم هوب يروحوا قافشين على بعض، فاهمين قصدي؟ متقلبه عامله زي موج البحر. الشريك بقى، الشريك عايز ايه؟ الشريك بصراحة انا شايف ان هو مش عارفة كسلان ولا ايه الموضوع عنده، هو مش عايز يعمل حاجة، انا هقعد كده منتخ ويعني انتي زبطي اي حاجة، مش عايز يبذل مجهود، ما بيبذلش مجهود، منتخ. اوكي بس نفسه في صفحة جديدة، يعني ان انت تغفر له اللي فات ده كله، اللي هو ايه turn the page، نقفل الصفحة ونبتديها من الاول. بس شكله ما بيعملش حاجات تجاه ده، يعني هي مجرد امنية. شايفك ازاي؟ شايفك برضو سعادة، شايفك احتفال، بيحب يحتفل معاك، انت نفسك بالنسبة له رمز الاحتفال، which is طاقة ايجابية جدا وحلوة جدا. بس تعالوا نقلبها، لو العذراء هو الشريك، يعني فاهمين قصدي ايه؟ ان يعني شريك العذراء هي البنت، فهي شايفة بيخونها وحاسة بخيانة، افتكر حاسة مش حقيقي، يعني هي مجرد احساس، شكوك، فاهمين قصدي؟ شكوك. ايه اللي بيحصل هنا دلوقتي؟ في حيرة كده، قاعدين بتقيموا الموقف زي ما تقولوا انتوا في عملية تقييم، قاعدين بقى it's back، الحمد لله الحمد لله على السلامة، بتقيموا الموقف مثلا او بترسموا خطة، بعدها في انهيار لشيء كبير عشتوا بيه فترة طويلة جدا من حياتكم وحيبتدي ينهار. اوكي والشيء ده شيء وحش مش شيء كويس، انهيار لشيء وحش، حاجة كانت غلط في حياتكم، ان شاء الله هتنهار وهتبتدي الصورة تتضح. الشهر اللي بعده شايفة انه في عطاء اكتر، هتدوا لبعض حاجات، هيبتدي يمكن شريكك يبتدي يتحرك شوية بعد الانهيار ده، بعد الحاجة الصورة دي ما تتضح، هيبتدي يهتم اكتر وهيبتدي يبذل. طيب اللايف فصل، ما انا عارفة بس رجع تاني اهو يا جماعة، الحمد لله. لعلمك بقى زرام كان عامل جو رومانسي. لا لا يا بنتي انا كنت خايفة قوي يا ايمان، لا حرام عليكي كنت خايفة. فصل بس رجع الحمد لله خلاص. طيب اوكي رجع الحمد لله خلاص تمام. بصوا بقى يا جماعه، في بقى مفاجاه هنا،
ولا خالص انت يعني معانا بقى، يعني مش عارفه اقول ايه، هي حماتي بس هي صاحبتي اخر حاجه. رحبوا معانا بتوتو يا جماعه. توتو هتلاقوا اسمها تي يو يو وتي يو يو، اعسل شخصيه في التاريخ بتتفرج عليا النهارده. منوراني يا توتو حبيبه قلبي. انا حلويت في عيونك انت بس يا قمر، بس يعني هكلمك بعد اللايف اقولك. تمام. ايه علاقه برج العذراء ربما مع بنت الاسد؟ طيب ده هنشوفه كمان شويه في كارت، نسحب كارت. ولا بتقولك نورتي يا ست الكل، اهلا وسهلا كمان حماتك ردي. حاضر يا اهي، انتوا هتتشعلقوا فيها ولا ايه؟ نرحب كلنا يا احلى حما في مصر. انا ما اقدرش اقول عليها حما الصراحه، ما اقدرش. يا اميره مباشر دلوقتي حبيبتي. احمد يقول لك نورتي. انا بقيت مش عارفه الحاجات ليكي ولا ليه. احمد كان تاني بيقول لك منوره يا توتو حبيبه قلبي. توتو من اكتر الناس بصراحه اللي شجعتني كمان على الموضوع ده، وكانت مامنه بيا الصراحه. حبيبتي يا توتو انت. طب بصوا بقى، يلا من ناحيه شريك كويس، ربنا يخليك ويطول عمرها. امين يا رب، يطول في عمرها ويبارك في عمرها يا رب. دلوقتي هنقرا قراءه المجانيه الخاصه اللي كسبت معانا في اللايف النهارده، بعدها على طول هنبتدي في ايه بقى، في السؤال الواحد. تمام يلا بينا. القرايه اللي كسبت معانا النهارده هقول اول اسم بس، ثانيه واحده ارد على ممكن طيب دي يا رشد بعد ما نخلص، بس خلينا نخلص بس القرايات الاول. طيب انت ليه مديني سكرين شوت؟ فين الكونفرسيشن اللي كاتبنا؟ سوري يا جماعة ادوني بس ثانية واحدة هبقى معاكم. نورتي يا توتو، الناس بتتكلم عليكي يا توتو. توتو بس بقالها كتير مش بتستعمل فيسبوك، فتلاقيها مش هتعرف تعمل ريبلاي، بس انا متأكدة انها بتسلم عليكم كلكم. طيب البنوتة اللي كسبت فين يا راشد؟ بس اهي اوكي. سارة 18/8/96. استعدي يا سارة، يلا قريتك حالا. اوكي سارة 18/8 برج الاسد، حلو قوي. هنقرا لها قراءة عاطفية. محمد 17/5 كويس قوي. التور كويس قوي، ماشي. تعالوا نشوف سارة وشريكها الاخبار. لو انت بتتواصل معايا يا راشد دلوقتي، لو عندها اي سؤال خلال القراءة قولي. ميرسي اي على الشير، ثانك يو. زعلت منك، عملت كتير شير. وبليز ما حدش يزعل من حد، عشان خاطري ما حدش يزعل من حد. كل مره بنختار بشكل عشوائي والله، الموضوع ما فيهوش اي حركات يعني. طيب اسلام هتلاقيه زي ما هو في التسجيل، يعني هو مسجل بعد ما خلص اللايف هتلاقي الفيديو زي ما هو كامل. معلش ارجع اسمعه تاني لاني مش فاكره. ثانيه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوكي طيب اختنا سارة عايزة ايه؟ سارة يمكن الماديات عندها مش كويسة قوي،
مع الشريك او حتى لوحدها، يعني هي عايزه الحاله الماديه تتطور اكتر او عايزه تحس بامان اكتر. اصل الماده دي بترمز لحاجتين، الماده في شكلها المادي الطبيعي اللي هي الفلوس يعني، او الامان، لان هي الامان فهي بتنقصها دي، اما فلوس او امان. حيرانه في حاجه، تاخدي قرار حاجتين شبه بعض ومحتاره فيهم، واجابه الحيره بتاعتك دي انك تمشي ورا احساسك دي، يعني ما فيهاش، ما تتحسبش. مش مرتاحه مع خطيبها، اوكي. شايفه شريكك ازاي؟ شايفاه في صراع، يعني انت عايشه في صراع، يا اما في ناس كتير حواليك وبتتدخل في العلاقه بتاعتكم، وتش حاجه انا ما بحبهاش خالص يعني، وما فيش حد يحبها. لو هي الموضوع كده وفي زحمه عندك جوه، طلعي ناس ملهاش لازمه وتبقي انت هو بس عشان الدنيا تبقى تهدى شويه. اما انتوا علاقتكم فيها عقبات كتير، كل ما تطلعوا من عقبه تخشوا في عقبه جديده، او انه هو نفسه خناقه، يعني انتوا تخانقوا مع بعض كتير. انا شايفه الطاقه بينكم فيها رضا، يعني ايذر انتوا الاثنين حاسين برضا او طرف واحد، بس انا شايفه ان الطاقه مش وحشه، حلوه جدا، رضا فيها سعاده. يعني الشريك عايز ايه؟ لا، الشريك بيتخانق شكله، الشريك افتكر بيحاول يا اما داخل منافسه بينك وبينه، اما انه هو بيحاول يسيطر، اما انه هو من النوع اللي بيدافع عن نفسه لمجرد الدفاع عن النفس، فاهمه قصدي؟ بتاع مشاكل يعني، شكله بتاع مشاكل. بس نفسه ايه؟ نفسه يقدم لك حاجه، يعني على فكره هو في الحقيقه بيحبك، لا بيحبك، و نفسه يبقى الفارس، فارس احلامك، ويجي يقدم لك كل الحاجات اللي انت عايزاها. شايفك ازاي؟ شايفك شايله هموم ومشاكل كتير جدا فوق احتمالك، فوق ما انت ممكن تحتملي. في حاله دلوقتي، معرفش دلوقتي، يمكن انتوا في حاله امل، العلاقه خدت بقى فيها امل اكتر، او العلاقه فيها فرص اكتر، مديها فرصه، او هو مديكي فرصه، في فرص. بس بعدين في حاله تقريبا هتندموا ان انتوا اديتوا الفرصه دي، تحسوا بندم، يا ريتني ما اديت الفرصه دي، يا ريتني كنت عملت حاجه تانية. بعدها شايفه موقف صعب، او التدين، او ان انتوا هتبتدوا تقربوا من ربنا اكتر، او شخص فيكم يعني طرف فيكم هيبتدي يقرب من ربنا. فانا شفت سلسله الاحداث كده، انت عايزه امان اكتر، او عايزه مستوى مادي احسن، محتاره، شايفه طاقه فيها عنف او فيها دوشه او مشاكل كتير، هو بيحاول يكسب ارض، يعني اللي هو بيحاول او بيحاول يسيطر عليكي، بس هو بيحبك جدا ونفسه يقدم لك حاجات، كل الحاجات تتمنيها. شايفك تعبانه وشايله هم كبير، والطاقه ما بينكم طاقه حب، لا طاقه رضا، هي رضا اكتر من حب، بس فيها سعاده، فيها رضا يعني. في فرص هتدوها لبعض الفتره دي، بس واضح ان انتوا هتندموا على الفرصه دي. وبعدين موقف صعب، دي قرايه الشهر. بصي هتقولي لي ده فراق، انا مش شايفه فراق، هي زعله. لو انتي شايفه انه الشخص ده مش مناسب ليكي حبيبتي، والدنيا عندك فيها مشاكل من انتوا مخطوبين، لا وقفي الموضوع من دلوقتي، يعني مش هقول لك اكتر من كده، لان لو هي باديه بمشاكل كبيره بالشكل ده، بعد الجواز هتكبر اكتر، انا اوعدك. دي كانت القرايه الخاصه كانت معانا النهارده، ويلا باب الاسئله اتفتح زي ما اتفقنا. اسم، عايزه تعرف في سفر؟ حاضر حاضر يا مير، ومن عينيا اسحب لك كارتي حبيبتي، بس نشوف لساره اخر حاجه، عايزه تعرف في سفر ولا لا؟ ميرسي.